نظمت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة الشرطة بتعز ندوة تعريفية عن البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية وأهمية استخراجها. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. أقامت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة عام شرطة تعز ندوة تعريفية حول أهمية البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، تتمحور حول الحماية الأمنية للمواطن من خلال البطاقة الإلكترونية التي تواكب التطور العلمي في جمع المعلومات مما يضمن سلامة بيانات المواطنين. اعتقد ندوة البطاقة الشخصية الذكية أو ما تسمى الهوية الوطنية الذكية والرقم الوطني الجديد. يأتي هذه الندوة للتعريف في دورها وأهميتها في تحقيق منظومة أمنية متكاملة وتخدم المواطنين جميعا. تأخرنا كثيرا في هذا الجانب نتيجة الأحداث التي مرت في بلادنا خلال العشر سنوات، ولكن بداية فعالة بتوجيهات وبإشراف مباشر مع الأخ وزير الداخلية اللي هو الركن إبراهيم حيدان، ونهيب بجميع المواطنين ضرورة العمل والمبادرة العاجلة لاستخراج البطاقة الشخصية الذكية لما لها من أهمية، فهي تمثل رقم موحد للمواطنين في من الميلاد إلى الوفاة لجميع معاملاته وجميع بياناته المالية والإدارية والاجتماعية والشخصية كاملا، وتخدمنا كثيرا في الجانب الإداري والأمني وفي جميع الجوانب التي تخص المواطن. مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة تعز تجدها تستقبل مواطنيها من أول يوم تدشين البطاقة الإلكترونية، مع الحرص الكامل بالتعريف بها بندوات تؤكد ضرورة قطع البطاقة واستخراجها. بالنسبة لمشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية هو مشروع استراتيجي يصب في مصلحة المعركة الوطنية، حيث أنه يقوم بسحب سلطة يعني بساط من تحت سلطة ميليشيات الحوثي الإرهابية فيما يخص الرقم الوطني الذي لعبت به ومنحته لغير اليمنيين في البطاقة القديمة. هذا المشروع مشروع استراتيجي سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على الهوية اليمنية لأبناء الجمهورية اليمنية كمشروع وطني في إطار مواجهتنا لهذه الميليشيات، بالإضافة إلى ذلك له فوائد على الناحية الأمنية والقانونية والتكنولوجية، بحيث أنه يعتبر خطوة أولى نحو الحكومة الإلكترونية. ندوة تعريفية عن البطاقة الذكية، توجه حقيقي من أجل سلامة المواطن والسكينة العامة في مناطق المحررة في محافظة تعز وأيضا في جميع محافظات الجمهورية، التي لابد أن يكون هناك لكل مواطن بطاقة ذكية تمنح المواطن أو الهوية اليمنية الظاهرة والحقيقية لليمنيين. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.